هربت في 45، بويت ماي 45 وصورة بال 55 حتى للنهاية، والإرهاب من 93 وأنا نحارب بهم حتى للنهاية. في عمري 95 سنة نروح دابغا قاعد، دابغا قاعد نتربى قاعدة. وين تروح؟ لفلسطين. بس دعيت لك تروح؟ يا والله ويعيطوا لي نروح. لو سي سعيد بعيد عليها انا شويه، دانا الاول نحط الساكودو ونحضر فيها ذاك الكاف، نحصل في حد فله. نراسي السعيد لحقوه الطياير، لحقوه الكوبتيرات، يدور بالدرداره. هذيك الدفله لمها عليا في الكاف، هكذا لميتها عليا في الكاف، الترابي حدر مقلت فيها. لراسي السعيد ربي يرحمه. ماتوا تم بزاف بالهراوه، دروك كيجينا انا مجوجمي جرحوني، الدم يسيح، وانا كيفاش ندير؟ يلزمني نبلص. أو كنت تفكرهم الله يرحمهم حبيباتي، ضحاو بالنفس، ضحاو يا صغار صغر منك، يا والله الا كاين دي في عمره 20 سنة، أو كاين دي في عمره ضحاو مساكن، الله يسهله. وعندي هنايا لو كان تشوف التصويرات قالي نهار دخلت خلي بركاي هنا